سوره الفجر بسم الله الرحمن الرحيم والفجر يقسم الله بالفجر واقسم بالضحى والفجر والليل والشمس والقمر سبحانه وتعالى ويقسم الله بما شاء وكل شيء اقسم الله به فهو معظم عنده كل شيء اقسم الله به فهو معظم عنده ويقسم بعض مخلوقاته سبحانه وتعالى ونحن لا نقسم الا بالله سبحانه وتعالى من كان حالفا فليحلف بالله أما الله فيفعل ما يشاء سبحانه وتعالى فأقسم بالفجر وليالي عشر وليالي العشر اختلف فيها أهل العلم هل هي العشر الأواخر من رمضان أو العشر الأول من ذي الحجة والأكثر على أنها العشر الأول من ذي الحجة هي الليالي العشر وتطلق الليالي على الأيام وتطلق الأيام على الليالي والفجر وليالي عشر والشفعي والوتر والشفع هو ما كان فردا فجاءه اخر فصار شفعا شفعه ومنه الشفاعه يكون وحده ثم ياتيه اخر فيكون معه وصلاه الشفع والوتر صلاه الشفع ركعتان 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 ثم الوتر وهي ركعه واحده فيقسم الله تبارك وتعالى بكل شفع وكل وتر خاصه الصلاه قال والليل اذا يسر اذا ارخى ظلامه على الناس الليل اذا يسر اي اذا ارخى ظلامه اذا دخل الليل وصار الظلام الدامس والليل اذا يسر هذه كلها اقسام اقسم الله تبارك وتعالى بها